أباشر في مقر عملي ويصرف لي راتب شهرين بدل ترحيل، علما بأني باشرت في مقر عملي الجديد ثم تم تكليفي إلى منطقة أخرى. هذا يتبع النظام. إذا كان ما صرف لك ينطبق على النظام وليس فيه كذب ولا احتيال فلا بأس، أما إن كان فيه كذب واحتيال على النظام هذا لا يجوز. نعم.